السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدة قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الجديدة. مشاهدة قناة شوف تيفي، جينا باش نسلطوا الضوء على واحد القصة، واحد الحالة إنسانية ديال واحد السيد اللي كيعاني في صمت لا حنين لا رحيم سوى الله، فهو التجأ لخوتو المغاربة، خوتو المحسنين، ناس ديال الدكالة، ناس المغاربة، ناس الجود، ناس الكرم، ناس السخاء، ناس العطاء، أو واحد الصدقة أو واحد الحسنة اللي غادي تكون صدقة جارية لكم إن شاء الله. فهاد السيد هذا مريض، واحد المرض، واحد الميكروب عنده في الرية، يعني الحالة يعني هي مستعجلة وآنية، ودابا نيت هاد السيد خاصو يهزوه باش يديوه لمدينة الدار البيضاء باش يعرفوا شنو عنده الميكروب اللي كاين في الرية بالضبط. هاد السيد مشاهدة قناة شوف تيفي كان عساس، كان بصحته، كان خدام على الزوجة ديالو اللي جالسة حداه وكتبكي وكتطيح في الدموع بحال الحجر. فهاد الناس ما طالبين حتى شي حاجة سوى أنهم طالبين من خوتهم المغاربة أنهم يتضامنوا معاهم، أنهم يمدوا لهم يد المساعدة، أنهم يوقفوا في جنبهم، أنهم يفتحوا القلب ديالهم لهاد الأسرة هادي. فهاد الناس كاينين بيت ب 12000 ريال ولا ب 10000 ريال، بيت جا في السفلي، يعني جا على الشارع، جا على الزنقه، يعني ناس ما كتدخلهمش حتى الشمس ما كتدخلهمش، ناس بسطاء، ناس على قد الحال. فرجاء الا قدرنا نتعاونوا، قدرنا انهم نتصلوا بهم، نمدوا لهم يد المساعده، فمرحبا والف مرحبا. بالنسبه لك انت قليله، ولكن بالنسبه لهم هما شي حاجه اللي كثيره وكبيره وكبيره عند الله من طبيعه الحال. فهاد الناس باغي اللي يجي يدق عليهم، يدق على بابهم، يدخل لهم ولو غير خبزه، ولو غير قالب السكر، ولو غير نسيطرو ديال الزيت، ولو انهم ما كيطالبوش بهاد الحويجات، كيطالبوا بالصحه ديال هاد الاب اللي هو رب الاسره. فالزوجه ديالو ملي شافتو طريح الفراش كتفيق مع الصباح، كدير ليه ليكوش، كتفطرو وكتسد الباب وكتمشي كتخدم الميناج في الديور ديال الناس وكتخليه بوحدو. هاد القرعه ديال الماء مشاهده قناه شوف تيفي، هاد القرعه ديال الماء ما كتلقاش، ولا هو ملي كيبقى بوحدو ما كيلقاش شكون اللي ينوض يعطيها ليه، واخا يكون في العطش، واخا يكون فيه الجوع، واخا غير تهرب عليه غير المانطا عند الرجلين، ما يقدرش انه يوقف ويجر المانطا ويتغطى على البرد، كيبقى فحال هكا حتى كتجي مرتو من الخدمه. مرتو ملي كتضرب الكرفي بهذا المصطلح، كدير الميناج، ما حيلتها لتمارة، ما حيلتها للكرا، ما حيلتها للزوج ديالها. فلو مشاهدة قناة شوف تيفي، راه واخا نقول لي قلت ما غاديش نوصل للمعاناة ديال هاد الناس. فأنا فاش دخلت، ملي دخلت وهاد الناس كيبكيو، ملي دخلت وهاد الناس باغيين يوصلوا صوت ديالهم، الناس المحسنين انهم يمدوا لهم يد المساعده. هاد الناس كيسكنوا في مدينه الجديده، هاد الناس كيسكنوا في حي الصفا حدا المحطه الطرقيه، من مورا المحطه الطرقيه بالضبط. فكيف ما كنشوف الوضعيه مشاهده قناه شوف تيفي، هادي هي الوضعيه ديالهم، ما عندهمش ماريو ديال الحوايج السيكان، هادي هي الوضعيه ديالهم مشاهده قناه شوف تيفي، هادي هي الكوزينه، هادي هي البيت اللي كارين. فالسيد مريض، ها هو كنشوف. فاش جينا لقينا ما لابس هذاك التيشورت الفوقاني، فقلنا لها رجاء ما خاصوش يبان هكاك لبسيه، بزز مشقة النفس باش لبساتو هذاك التيشورت، بزز كتلبس فيه هو كيعاني، اي ما تهزينيش، اي يعني السيد كيبقى بهذا الوضع، كيف ما ناعس كيبقى بهذا الوضع حتى يحمد الله ان تقاتل معاه وتدوزو للجنب الاخر. فمشاهدي قناه شوف تيفي، سمحوا لي انني طولت عليكم، ولكن هذه القصه بغيت نوصل المعاناه ديالها، بغيت نقربكم من الحاله، بغيتكم تجيو تتضامنوا مع هاد الناس. ها واحد الصدقه، ها واحد الحسنه، قدرتي تعاون عاون، ما قدرتيش ولو غير بالبارطاج، ولو غير هذا الفيديو ولا هذا اللايف انه يوصل قلوب رحيمه للناس اللي تحس بهاد الناس وتمد لهم يد المساعده. سلام، انا شد لك اخذك. السلام عليكم. السلام عليكم. اشرحي لينا شنو واقع. انا كنخرج نخدم، هو كان خدام عساس ودابا مني مرض، ها هو جلس. دابا انايا اللي كنوكلو ونشربو وكنبدل ليه ليكوش ونغسل ليه ونبدل ليه الكوش وكنمشي نسد عليه الباب ونمشي. كيتسناني حتى كنجي عاد كنعاود نغسل ليه ونبدل ليه الكوش ونعطيه ياكل. قرعه ديال الماء ما يقدش يمطيها لفمو حتى نعطيها انا يشرب. واخا ودابا وقفتو يعني ما كاينش لا حنين والو والو. الكرا ما عنديش باش نخلصو ولا ما خرجت نخدم ما نخلصش الكرا باش نخلص الكرا. هو براسهم ما عندوش ما ياكل. دابا عاد مراتو دابا عاد بغى ياكل. دابا عاد يبغى هاديك الشهوات اللي بغى ياكل. دابا موجود الله ما عنديش باش نجيبهم ليه موجود الله. كتشوفي ان جميع البيبان تسدوا في وجهك الا باب الله. باب الله هو كلشي وجهك. واخا كيفاش كان هو في الاول كان بصحته يخدم عساس ويجيب لنا رزيق باش كناكلو يخلص الكرا كلشي. دابا مني جلس راه موجود الله ما عنديش باه نكون معاه. يعني وقفتي وقفت هذا الشيء. دابا ما قديه. دابا نمشي نخدم وكنبقى معلقه كنمشي بالزربه ما كنوقفش. انا كنمشي عند الناس كنلوح جلابيتي عند الباب وندخل باش نقضي باش نخرج دغيا ونجي عندهم. المهناش كندير المهناش انا ما قاريه ما عندي حتى حاجه وعندي وليد معاه تحفظوا. دابا راه سمعنا انه شي 13 عام كيقرا حاجه. ما كاملين كتنعسوا في هاد البلاصه انا كنعس في الارض وولدي كينعس حدا باه. واخا شنو كطالبوا نتوما دابا؟ كنطلب صحيحته ووقفوا معايا على صحيحته والدواء والمسكن هادشي اللي كنطلب. يعني كتبغي غير صحته انه غير وقف صحيته ووقف على رجيلاته لوليدو معايا. عندي وليد معايا بغيتو يبقى يزيد معاه شويه. كتشوفي ان الزمان غلبك؟ الحمد لله كي غندير كنشوفو كتهضري متأثرة ايوا الحمد لله اش غندير الحمد لله اش غندير وتا واحد ما البيت اللي انا ساكنه فيه تا واحد ما غيرحمني ما غترحمنيش مولا الدار. كتقول لك انا كناكل طرف ديال الخبز من الكرا ما ترحمنيش. يعني انت كتخدمي وكتقاتلي غير باش تجمعي فلوس الكرا باش نجمع فلوس الكرا وباش نكون معاه هو باش نوكلو وباش ناخذ ليه كوش وباش ناخذ موجود الله الحمد لله واخا مشاهدي قناه شوف تيفي كيف ما قالت لي السيده ان هما بثلاثه بهم يعني الزوج والزوجه وعندهم واحد الوليد السن ديالو ما كيتعداش 13 سنه. يعني هاد السداري كيف ما كنشوفوا هما جامعينه موقفينه يلحقاش مساحه ديال البيت صغيره. هادشي اللي كيخلي ان هاد الناس كيوقفوا هاد السداري فاش كيوصل الليل كيتشكيو السداري هنا باش كتنعس فيه الزوجه والوليد كينعس فوق هاد السداري والاب اللي طريح الفراش كينعس في هذيك البلاصه. يعني هذا هو البيت، ناس بسطاء ناس على قد الحال، فكيتمناو ان خوتهم المغاربه انهم يوقفوا معهم ويمدوا لهم يد المساعده. واخا شريف السلام عليكم. وعليكم السلام. لاباس عليك؟ أنا بشر بحال البشر ولا عطاني الله قبلها ونبرز عليها واش غادي ندير؟ الله راسي بحر نمشي نخوض راسي. أنا قبلك اللي عطاني ربك. أنا شوية ناقصة. أنا معاك ها كمل لينا شريف إلا حقاش الكونيكسيون ناقصة شوية هنايا كمل لينا. شريف كيفاش كنتي أنت في الأول وكيفاش تبدلت حياتك؟ أنا كنت خدامة في العسا المرة الأولى والمرة الثانية شوية عاوتاني خدمت بالجر الصفر كندير واطمان في الباطوات وماد حبسو عليا قالك صافي وصلتي 70 عام ما عندكش حق تدخل للمرسى. أنا مشيت عند مولات الشركة ملي كنعيط لها في التليفون كتقطع عليا التليفون ما تردش عليا حتى الجواب هي ولا ولدها. واخا شريف دابا من شحال وانتيا مريض دابا؟ دابا رانا شي شهرين وانت مريض. ايه من شهرين وانا مليح بحالك. باش كتحس باش مريض فين مريض؟ انا كنحس بهاد الشيء هذا ما نقدرش دابا الا تكيت على ظهري مصيبه، وباش نتكى على الجنب الاخر مصيبتين. كيولي عندي العافيه هنا، هذيك هي البلاصه اللي كتحس بالحريق. الحريق. شنو كطالب من خوتك المغاربه الشريفه؟ انا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لك احب اخيك ما تحب لنفسك، وانا كنحب الله ونشكروه. كاين من عاوناه الله يكثر خيرهم والله يعطيهم مال الدنيا والاخره. انا ما عندي كثر في الدنيا، انا اختي غير صح الا بغى الله. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني انت كطالب غير بالصحه ديالك صافي. ما كرهتيش انك توقف على رجلاتك وتمشى وتخدم على مرتك. هذا ما امر الله. الحمد لله. مشاهدي قناه شوف تيفي، حتى ما بغيناش نخليوه يهضر بزاف، الا حقاش نتوما عارفين شوف التنفس عنده كيف داير، شوف الوضعيه الصحيه ديالو كيف دايره. فمشاهدي قناه شوف تيفي، رجاء 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 انا كنطلبكم من خلال هذا البث المباشر، وكنطلبوا الله وكنترجاوكم وكنترجاو الله اولا انكم غير تبارطاجيو هذا اللايف هذا باش يوصل عند الناس القلوب الرحيمه انه يمدوا ليه يد المساعده. فهذا السيد هذا بطبيعه الحال راه كيدير لي كوش كيف ما كنشوفوا، خاصو لي كوش، خاصو الدواء، خاصو السكانير، خاصو اللي يهزو بعدا باش يمشي يقربوا للمستشفى ويعرفوا ويشخصوا الحاله ديالو بالضبط وفين واصله الحاله ديالو، باش انهم الا كان شي ميكروب ولا شي حاجه خص الحاله ديالو انها تكون آنيه ومستعجله انهم باش يتدخلوا. فمشاهدي قناه شوف تيفي، هذه هي الوضعيه فين ساكنين هاد الناس. شوفوا فين ساكنين، يعني هاد البيت هذا اللي كارين ب 10000 ريال ولا 12000 ريال قلتي لي ياك 12000 ريال. هذا البيت اللي كريم ما كتدخلوش حتى الشمس، يعني حتى الشرجم ما كاينش، يعني دار سفليه كيف ما كنشوفوا، سفليه منها للزنقه. هذه هي الدار منها للزنقه. واخا شنو رسالتك لخوتك المغاربه؟ اجي وقف هنا يعافاك، انا نشد لك اخليك. شنو رسالتك لخوتك المغاربه وخوتك؟ بغيتهم يعاونوني على صحيحته، يعاونوني على صحيحته. راه الا ما خرجت نخدم لي كوش ما عنديش وجه، قرعه ديال الماء ما كاينش من يجيبها لك. انا كنسد عليه كنوكلو كنبدل ليه وكنخرج، كنسد عليه وكنخرج باش نجيب ليه ما ياكل. انا ما عنديش. والكره ملي كتسدي عليه يعني كيبقى بالك معاه، ما كتخافيش؟ ما كنزرب، انا قلبي كيوقف عليا بالزربه باش كنكمل شغال الناس باش نجي عندو باش نخدم. كنت نمشي مع 8 وليت كنمشي حتى 9 ها العرا باش نمشي. كاين الخطره اللي نمشي راكبه، كاين الخطره اللي كنمشي على رجليا طال الله زهره باش انا نخدم عند هاد الناس باش نجي باش نخلص الميناج. كندير الميناج عند الناس. شحال كتجيبي في النهار تقريبا؟ شحال؟ ايوا شي 1000 ريال حتى 2000 صافي باش ناكل منها ونخلص منها الكرا. وتشوفي الدواء ديال الراجل وعاد زيدي لي كوش كنطلب. هذا رقم التليفون ديالكم ديالك انت؟ هذا رقم التليفون ديالي انا. واخا ديالي انا هو اللي عندي، هو ما كي واخا هو عنده التليفون صغير وانا ما كيجاوبش. زيدي شرحي لينا. السلام عليكم. السلام عليكم اولدي، الله يخليك. هاد السيد كنا كنعرفوه راجل كان مسكين بالصحيحه ديالو، كان عساس، عنده الوليد والمراه ديالو خدام عليهم عايشين. هذه هي الحاله اللي كيعيشوا فيها، حاله يا ما غنقول لكمش مسكين ما عندوش لا اله الا محمد رسول الله. ولكن ملي مرض ما لقى والو، لقى الزوجه ديالو خدامه عليه كتخدم مسكينه دير الميناج في الديور، كيعطوها 50 درهم حتى 100 درهم ما دايره ليها والو. واحد البيت كتعيش فيه بزاف، حالة الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الشيء اللي مقسم لها الله في الدنيا، ملي مرض اللي ما لقى والو، شتي بومبيرس ما كتلقاش باش تشري للراجل، 3 دراهم كتغلبها، 3 دراهم الا ما جابوهاش دق عليها شي حد ومدها ليها راه ما كاينش. وكتسد وكتمشي دير الميناج وكتخليه في البيت بوحدو. الا مات هذا الراجل غيموت بوحدو. الا كانوا المحسنين يبانوا لهاد الحاله، راه بقات فينا وتألمنا، راه الدرب كله كيتألم. ولكن الغالب الله من ناحية ديالنا كنطلب المحسنين يوقفوا مع هذا الراجل، وكنطلب الناس اللي خدمنا معاهم وترشحوا وبانوا يتلفتوا واحد الالتفاته لهذا السيد يعاونوه. حنا ما بغينا من هاد الناس والو، بغينا لهذا السيد غير العلاج والتموين والبومبيرس، ما تطالب شي حاجه. هاد المراه الزوجه ديالو ما تطلب لا فلوس لا والو، كتطلب العيشه ديال هاد السيد. ودابا ملي عنده هاد المرض الخبيث يعني سرطان ولا ما، المهم راه عنده سكانير، عنده راديو، ما لقاو والو. لا اله الا الله، كيتشهى شي 1000 فرانك ديال الكفته ما كيلقاوهاش، ما كيلقاوش مساكن باش يعيشوا. وعندها وليد اضطرت ان تلوحوا في الباديه، عندها وليد 13 عام كيبات معاها في هذا البيت. يعني مسكين، حاله ما غنقول لك، حاله ما غنقول لكمش عليها. وتلفت واحد الالتفاته لهذا السيد، راه راجل كبير، وحنوا بقلوبكم وحنوا على هاد الناس بزاف، حنوا عليه وشوفوا فيه. انا تنطلبكم وكنرغبكم كجاره، كانسانه حداهم تالمت. وواحد البنت راه هي دارت هذا الخير وعيطت على هاد الناس، الله يديروا لها في تريكتها، هي اللي وقفت هاد الوقفه. يا ربي توقف اعلامها، انا مشيت ليها وهي دارت اللازم، يا ربي تفتح عليها الباب. وتنطلبكم وكنعاود نطلبكم على هاد الانسانه هالعار، انا كنطلبكم تلفتوا اجيو. وبالاخص كنتلفت لصحاب الانتخابات اللي خدمنا معاهم ودرنا معاهم اللازم، وما كيديروا والو، ما كيتلفتوا الموت في الدرب، ما كيتلفتوا الناس مرضوا. راه حشومه، راه حنا مسلمين، راه كنبقاو اخوان، راه كنبقاو عار الجار على جاره، عار الجار على جاره. كلشي خصو يشوف هذا السيد. واخر الكلام هو هذا الشيء اللي تنقول. اذا مشاهدة قناه شوف تيفي، كانت هذه الكلمه ديال السيده الجاره اللي ساكنه حداهم. خدينا الكلمه ديال السيد المعني بالامر، خدينا الكلمه ديال الزوجه ديالو. فما علينا الا اننا ناخذوا الكلمه ديالكم انتم الناس المشاهدين ديال هذا البث المباشر، انكم تعاونوا مع السيد وتمدوا ليه يد المساعده وتجيو عنده. كيسكن في حي الصفا بمدينه الجديده باقليم الجديده جهه الدار البيضاء 16. مشاهدي قناه شوف تيفي، غادي نختموا هذا البث المباشر، نتلاقاو في بث مباشر واحد اخر. الى ذلك الحين كنقول لكم دمتم ودمنا في رعايه الله، والى اللقاء. الدال على الخير كفاعله. السلام عليكم.